مش لازم تبقى عندك مشكلة أو يكون عندك حالة مرضية، لا، أنت ممكن تحسن من أدائك الجنسي. لما تيجي حاجة تبص للمكان عندنا ممكن تحس ان انت داخل اي حاجة غير من مكان طبي، ممكن تحس ان انت داخل فندق مثلا. كان وصل لمرحلة انه خلاص فقد الامل ان اي علاج دوائي يجيب مع نتيجة، في خلال نص ساعة بيرجع يمارس حياته زي اي شاب صغير، والامور بتنتهي تماما، مشكلته بتتحل تماما ومدى الحياة. نفكر في طرق مختلفة نعبر بها عن رسالة بطريقة لطيفة، ما تجرحش المريض، ما تخدش حياء المجتمع. رضاء كل الناس ده صعب جدا، واذا كنت انت عايز تفشل حاول ترضي كل الناس، لكن زي ما قلت لحضرتك احنا بنتعامل مع مجال حساس جدا وصعب ان انت ترضي كل الناس. ده اللي ربنا خلق الفطره بتاعت الراجل، كمان ربنا خلق الراجل قادر جنسيا لغايه قبل ما يموت بدقيقه ايا كان عمره، مفيش حاجه اسمها ضعف جنسي عند الراجل.